في معرب عرضت عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ستريدا جعجع مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان دوني كاسا المراحل التي قطعها المشروع النموذجي لتكرير الصرف الصحي على القصب في منطقة الحريم في بشري، والذي يتم بحسب دفتر الشروط الموضوع من قبل فريق الخبراء الفرنسيين. وأبلغ كاسا جعجع أن عملية تأمين وشراء قطع الأراضي المطلوبة لمحطات التكرير في قرى وبلدات منطقة بشري تسير بالاتجاه الصحيح.